أم البنين إخواني اسمها فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة الكلابية من بني كلاب، امرأة أصيلة عربية أصيلة عريقة معروفة بالعروبة والشجاعة والكرامة. ويكفي أن الذي اختارها عقيل أخو علي بن أبي طالب. قال الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: أم البنين من النساء العارفات بحق أهل البيت. عارفات، من زار الحسين عارفا بحقه، أم البنين عارفة بحق الحسين. وكان لها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع حتى زارتها زينب الكبرى بعد وصولها إلى المدينة وتعزيها بأولادها الأربعة. التاريخ يحدثنا لما انتقلت من دار أبيها إلى دار علي عليه السلام، جاءت إلى الحسن والحسين وزينب، لاحظ أبناء ضرتها، أبناء ضرتها، قالت: ما خرجت من بيت أبي إليكم إلا في خدمتكم، هل تقبلوني خادمة؟ شلون صارت أم البنين؟ هل تقبلوني خادمة؟ خادمة للحسن والحسين. فقال لها الإمام الحسن: أنت عزيزة كريمة وهذا بيتك. موقفها وموالاتها ووفائها لمولاتنا الزهراء سلام، شوف ايش قد تصرفات دقيقة، تصرفات. اسمها فاطمة والزهراء اسمها فاطمة، وهذا الاسم محبوب عند أهل البيت وأتبع أهل البيت. لكن يوم من الأيام حست عندما يؤتى بهذا الاسم الحسن والحسين ينكسر يتأذون، فجاءت إلى إمامنا أمير المؤمنين: يا ابن العم لي إليك حاجة، حاجتك أن تغير اسمي. رأسا عرف سر التغيير بدون معرفة العلم، ما قال ليش، لا لا، وإنما مجرد أن قالت غير اسمي عرف سر هذا التغيير. لماذا؟ أنه إذا جيء باسم فاطمة يتأثر الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، امرأة مثل أم البنين سنة 61 للهجرة أرملة ما عدا رجال، زين، وعدها أربعة من الأولاد، فهي بحاجة إلى ما يعينها، عدل له، زين. إذن يا أم البني، إذا كان الأمر كذلك وأنت أرملة، لماذا لم تقدمي ولدا واحدا وتحتفظي بالثلاث؟ واحد. قالت: لا، أبو علي يستاهل أكثر. يا أم البني قدمي رجلين وأبقي رجلين. قالت: لا، أبو علي يستاهل أكثر. إلى أن أوصت أولادها الأربع أن يبذلوا أنفسهم دون الحسين بن علي. فتشها للإنسانية، هل ترى أما كهذه الأم مثل أم البنين صلوات الله وسلامه عليها؟ ولذلك إخواني هذا الموقف المشرف، شو يقولون الزهراء عليها السلام في يوم القيامة عندما يأتي النداء: فاطمة بما ستبدئين بالشكاية؟ الذين ظلموك كثيرون، بما جرى على أبيك؟ لا يا رب. بما جرى على بعلك؟ لا يا رب. بما جرى على عليك؟ لا يا رب. زين، بما جرى على ولدك الحسين؟ لا يا رب. عجيب، هل يوجد عزيز على الزهراء أعز من الحسين؟ لا يا رب. إذن بماذا ستبدأين بالشكاية؟ تخرج من تحت ردائها طبق فيه كفان قطيعان لأبي الفضل: إلهي أحكم بيني وبين من قطع تلك الكفين.